بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وفرع الجبر. هنكمل مع بعض دوائر كثيرة الحدود، وهنشوف آخر نوع من أنواع كثيرة الحدود أو كثيرات الحدود اللي احنا هناخدها مع بعض السنة دي، وهي الدالة التربيعية. دالة تربيعية بين من اسمها هي دالة من الدرجة الثانية. تعالوا مع بعض كده نشوف تعريف الدالة التربيعية. الدالة التربيعية هي على شكل دال س بيساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج، ودي دالة من الدرجة الثانية زي ما احنا شايفين دلوقتي ب س تربيع. وشرط مهم جدا هو ان الألف لا تساوي الصفر عشان نحتفظ ب س تربيع. طب هل يا مستر ممكن يبقى ب وج بيساوي صفر؟ مفيش أي مشاكل، طالما انا احتفظت بوجود س تربيع في الدالة فهي دالة تربيعية. مثال على كده، لو قلنا ان احنا عندنا دال س بتساوي س تربيع، لسه زي ما بقول لكم دلوقتي ان ممكن ما يكونش في س، ممكن ما يكونش في حد مطلق، لكن لازم يكون في س تربيع. طيب ايه شكل الداله دي؟ قال لي شكل الداله دي هي عباره عن منحنى زي ما انتم شايفينه كده اهو. المره دي بقى ما بنحصلش على خط مستقيم زي الداله الخطيه، ولكن بنحصل على منحنى زي ما انتم شايفينه. المنحنى ده بيسمى بالمنحنى الجرسي، هو فعلا شكل الجرس كده بالظبط بس مقلوب. هنلاحظ هنا حاجه مهمه جدا في حصه النهارده، ان لما يكون س تربيع المعامل بتاعها موجب، يعني هنا في واحد موجب اهو، نعرف على طول ان الداله هنا بتبص الاعلى كده، يعني عامله زي علامه الاتحاد بالظبط بتاعه المجموعات. هذه المنحنى او هذا المنحنى راسه هي نقطه الاصل 0 0 زي ما احنا شايفين كده اهو، ومحور التماثل هو محور الصادات نفسه. يعني ايه محور التماثل هنا بقى؟ احنا عارفين ان محور التماثل هو المحور الخط المستقيم اللي بيقسم الشكل الى شكلين متطابقين او متماثلين. زي ما احنا خدنا قبل كده الانعكاس، يعني هنا في محور التماثل كان بالظبط كده نص منحنى انعكاس للنص الاخر على محور الصادات نفسه. هل معنى كده ان محاور التماثل دائما هي محور الصادات؟ لا، دي حالة خاصة بعدم وجود س، ده بنقول انها متماثلة مع محور الصادات. زي ما قلنا ان لما يكون س تربيع موجبة الدالة بتبقى عاملة زي علامة الاتحاد وبصة لأعلى كده. لو كانت س تربيع سالبة المنحنى بينقلب وبتبقى بصة لأسفل، بتبقى عاملة زي علامة التقاطع عشان معامل الس تربيع سالب، وبرضه رأس نقطة الأصل وبرضه محور تماثله محور الصادات. تعالوا مع بعض كده نشوف مثال آخر للمعادلة التربيعية. مثل بيانيا الدالة التربيعية س ناقص 2 لكل تربيع على الفترة سالب 1.5. قال لي الله، المرة دي أنت طلبت فترة أو أعطيني فترة. إحنا كنا في الدالة الخطية إحنا اللي كنا بنجيب الأرقام زي ما إحنا عايزين، أمال ليه المرة دي أعطيني فترة؟ تعالوا مع بعض نكمل السؤال وفي الآخر هقول لكم ليه المرة دي أعطاني فترة. بيقول لي ومن الرسم أوجد إحداث نقطة رأس المنحنى. معادلة محور تماثل المنحنى، وأخيرا طالب مني القيمة العظمى أو الصغرى لهذا المنحنى. تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي هنعوض. المرة دي جدول التعويض مقيد من سالب 1 لـ5، بس أنا بكتفي بالأعداد الصحيحة الموجودة داخل هذه الفترة لأنها دي تعتبر تمثيل للدالة. بعد ما احنا حطينا سالب 1 و0 و1 و2 و3 و4 لغاية 5، ببدأ أعوض عن القيم في الدالة. يبقى هنا أقول سالب 1 سالب 2 بسالب 3 تربيع بيديني 9، وهكذا لغاية ما أكون الجدول. ببدأ بعد كده ألاقي إن منحنى الدالة زي ما احنا شايفين كده أهو، تم تمثيلها بالشكل اللي قدامي ده. هنلاحظ هنا ان رأس المنحنى ما بقاش موجود عند نقطة الأصل، لكن رأس المنحنى هو النقطة دي اللي هي 2 و0. هنا بقى فاضل لي ان انا اعرف محور التماثل. هلاقي ان محور التماثل يمر برأس المنحنى دائما، وهنا معادلة محور تماثل منحنى س بتساوي 2. ونقول ليه؟ هنلاحظ حاجة هنا مهمة جدا، ان احنا لما نرسم معادلة محور التماثل هيكون خط مستقيم بيوازي محور الصادات.
واحنا اتفقنا في الدالة الخطية لما الخط مستقيم يوازي محور الصادات يبقى معادلته س بتساوي، وانا هنا عندي يمر بالنقطة 2 و0 يبقى معادلته س بتساوي 2. بعد كده هنعرف ان معادلة محور التماثل هنكتب س ونجيب الرقم ده من رأس المنحنى. هنا بقى نيجي لكلمة القيمة العظمى او الصغرى. هل انا كده دلوقتي هجيب قيمة عظمى وصغرى في هذا المنحنى؟ قال لي لا، حسب شكل المنحنى. اذا كان المنحنى مفتوح لاعلى يبقى معنى كده ان انا هجيب له قيمة صغرى، واذا كان المنحنى مفتوح لاسفل هجيب له قيمة عظمى. ليه بقى كده؟ هنا دلوقتي ما في واحد دلوقتي يسألني يقول لي طب ما كده القيمة العظمى بتسعة اهو يا مستر. اقول لك لا، ده مش صحيح، لان مش تسعة هي اول الفترة. هنا عندي دي تسعة اول الاعداد المقابلة للفترة الموجودة، لكن ما ننساش ان دي عشان دالة كثيرة حدود، ما ننساش ان المجال بتاعها ح والمجال المقابل برضه ح. يعني معنى كده ان انا معرض ان انا اتعامل مع قيم س كل الاعداد الحقيقية وتعطيني القيم المناظرة لها في ص التي ايضا تنتمي لح. قال اللهم احنا اخترنا ليه بقى سالب 1 و5؟ جه وقت دلوقتي ان انا اقول لك ليه احنا اخترنا سالب 1 و5، وهو اعطانا سالب 1 و5. هنلاحظ هنا ان القيمة سالب 1 او الفترة سالب 1 و5 عطتني منحنى جرسي. تخيلوا احنا لو كنا اخترنا فترة على مزاجنا كنا ما نضمنش ابدا ان المنحنى ده جرسي، وكان ممكن نكتفي بشكل من الاشكال كده وما يدينيش الشكل الكامل للمنحنى. بمعنى ان معروف كده بالشكل ده ان من اول سالب 1 ل5 في تناسل بينها وبين العدد 2. يعني لو بصينا للعدد اللي موجود هنا 2 وهنا سالب 1 وهنا 5 هنلاقي ان في تماثل عن طريق س لرأس المنحنى. فالفكرة هنا دي هتنفعنا جدا في سنة اولى ثانوي، ان في بعض الاحيان ممكن يديني دالة تربيعية وما يدينيش الفترة اللي هرسم بيها. في الحالة دي بجيب رأس المنحنى وهنعرف ازاي قانون رأس المنحنى ازاي، وبعد كده بنجيب فترة قبل وبعد هذه القيمة اللي بتكون موجودة في رأس المنحنى لسين، وزي ما احنا شايفين من سالب 1 ل5 متماثلة حوالين 2. طيب نرجع تاني بقى لفكرة القيمة العظمى او الصغرى. اتفقنا مع بعض المنحنى بشكله ده له قيمة صغرى، وهنا بيسأل على القيمة الصغرى لايه؟ للمنحنى في الدالة. فانا لو عايز دلوقتي اصبح عندي قيمة صغرى وهي ص بتساوي 0. واحد يقول لي الله، طب واحنا جبنا منين 0؟ لو هنلاحظ ان احنا خدنا معادلة محور التماثل من رأس المنحنى في قيمة س بتساوي، والقيمة الصغرى في هذه الحالة برضو ص في رأس المنحنى وهو ص بتساوي 0. يبقى دلوقتي رأس المنحنى ده مفتاح حاجات كتير جدا. اول حاجة رأس المنحنى المستقيم الممثل لمحور تماثل المنحنى يمر بالرأس. س بتساوي من محور التماثل س بتساوي 2 جبناها من رأس المنحنى وهي معادلة محور التماثل. ص بتساوي 0 برضو من رأس المنحنى مثلت عندي القيمة الصغرى للدالة ص. يبقى نفهم من كده دلوقتي ان احنا عندنا نقطة رأس المنحنى بتديني معادلة محور تماثل المنحنى، بنحصل منها على القيمة العظمى او الصغرى للدالة، وبالتالي مهم جدا ان احنا نحدد احداثي نقطة رأس منحنى الدالة التربيعية. خلينا نشوف مثال كمان. مثل بيانيا الدالة ومن منحنى الدالة اوجد هذه الاشياء. هعمل معاكم تجربة دلوقتي ان احنا هنبدأ نشوف مع بعض ازاي نقدر نمثل هذه الدالة مع استخدام برنامج جيوجبرا. هنكتب الدالة معانا. الدالة بتقول س تربيع زائد 2 س زائد 1. يبقى احنا هنا هنكتب الدالة بتاعتنا س تربيع زائد 2 س زائد 1، ونشوف الدالة بتاعتنا هنلاقي زي ما احنا شايفين كده اهو، هي فعلا برضو منحنى جرسي. رأس المنحنى اللي عندي لو دوست على النقطة بتاعت رأس المنحنى هلاقيها هي سالب 1 و0
سالب 1 وصفر، ومنها نقدر نقول ان معادلة محور تماثل المنحنى هي س بتساوي سالب 1. تعال نشوف كده، لو كتبنا س بتساوي سالب 1 هتبقى معادلة محور التماثل. احنا دلوقتي بنقول س بتساوي سالب 1. فعلا زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو. يبقى هنلاحظ الخط المستقيم الازرق ده هو معادلة او محور تماثل المنحنى، ويمر برأس المنحنى اللي هي سالب 1 وصفر، وبياخد منها السين، يبقى معادلته بتساوي س بتساوي سالب 1. نيجي بقى للقيمة هنا، هل هي قيمة عظمى ولا صغرى؟ اتفقنا مع بعض لما يبقى المنحنى بشكل ده يبقى قيمة صغرى، يبقى هنا قيمة الصغرى للدالة هي صفر. فهنا دلوقتي نقدر نستخدم البرنامج ده فعلا في أكتر من شكل، ونعرف نرسم المنحنيات بتاعتنا، ومنها نعرف نجيب محور التماثل ورأس المنحنى، ونجيب منها أكتر من شكل. بجد برنامج أكتر من رائع. هنبدأ ناخد مع بعض مثال جديد. ارسم برضو أو مثل بيانيا الدالة سالب س تربيع زائد 2 س ناقص 2، وعلى الفترة سالب 1 و3. ومن الرسم عايزين برضو إحداث نقطة رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو الصغرى. هتلاحظوا تمام إنه بيقول القيمة العظمى أو الصغرى، لأنه بيسيبني بعد ما أكون المعادلة بتاعتي وبعد ما أرسم المنحنى هيبان معايا إذا كان هتبقى ليها قيمة عظمى أو صغرى. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي لما نكتب الدالة بتاعتنا ممكن يحصل إيه. سالب 2 س تربيع زائد س ناقص 2. هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده اهو، بقى عندي منحنى للدالة التربيعية، ومنحنى الدالة التربيعية زي ما احنا شايفين برضو انا هلاحظ حاجة، ان المنحنى بتاعي هو عبارة عن رأس المنحنى عبارة عن ربع اللي هو 0.25 يعني ربع، وسالب 1.875 اللي هي سالب 1 3/4، أو بنعوض عنها في قيمة هذه الدالة. نقدر نقول دلوقتي معادلة محور التماثل هو س بتساوي ربع، ونقدر نقول إنها قيمة عظمى للدالة هي سالب 1.875 أو 1875 من ألف. خلينا نشوف مع بعض السؤال الأخير، وهو اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. إذا كان منحنى الدالة التربيعية مفتوحا لأسفل، فإن معامل س تربيع من خلال اللي احنا رسمناه هيبقى معامل س تربيع المعادلة التربيعية مفتوحا لأسفل، يبقى المعامل هو سالب. الدالة التربيعية بالشكل ده مفتوحا لأسفل، فإن معامل س تربيع زي ما اتفقنا هو سالب، والعدد الوحيد اللي سالب هو سالب 1. منحنى الدالة التربيعية يقطع محور الصادات في النقطة، وطالما قلنا يقطع محور الصادات يعني معنى كده ان س بصفر، نعوض عن س بصفر يبقى صفر تربيع ناقص 4 تطلع بسالب 4، يبقى النقطة صفر وسالب 4. أخيرا إذا كانت النقطة 2 و ألف تنتمي للمنحنى عايز قيمة ألف، يبقى المفروض إن أنا هعوض عن س ب 2 وأجيب ألف، يبقى هنا النقطة أو الجزء الأخير بيقول إذا كانت النقطة 2 و ألف تنتمي لمنحنى الدالة التربيعية، فإن دال س بتساوي س تربيع ناقص س عايز قيمة ألف، ألف اللي هي ص وس ب 2 يبقى 2 تربيع ناقص 2 تطلع 4 ناقص 2 بتساوي 2. معادلة تربيعية، معادلة الدرجة الثانية، من المعادلات المهمة جدا ومن الدوال اللي هتكمل معانا وهنبتدي بيها الترم الثاني كمان. التربيعية س تربيع بتديني منحنى ما بتدينيش خط مستقيم، ومن خلال الرسم البياني اكتشفنا يعني ايه نقطة رأس المنحنى، يعني ايه محور تماثل المنحنى، ومنها جبنا مجموعة نقاط منها معادلة محور التماثل وكمان القيمة العظمى أو الصغرى حسب شكل المنحنى.
أعزائي الطلبة والطالبات، أنا بشكركم جدا. خلصنا النهاردة الوحدة الأولى من الجبر، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.